الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، والمخلوق المكلف والمحاسب. لماذا؟ قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أين؟ في عالم الأزل، نحن في عالم الصور، في عالم الأزل خلق الله الخلائق جميعا دفعة واحدة. أين؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبل الإنسان حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة، أين؟ والمفضل والمكلف والمحاسب. أين؟ من هنا المنطلق، لأن ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، أين؟ ركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فنحن خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحمهم، بس هذه الرحمة تحتاج إلى مؤهلات، إلى أسباب. هذه المؤهلات والأسباب بالدنيا، جئنا إلى الدنيا كي ندفع ثمن الآخرة. الثمن لا يعقل إلا أنه لدفع ثمن مفتاح الجنة. أين؟ قد يكون بناء مكلف مليارات بس مفتاحه ثمنه دينار واحد. نحن جئنا إلى الدنيا لدفع ثمن مفتاح الجنة، لأنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن في الدنيا هنا دار ابتلاء، لا دار اكتمال، دار ابتلاء، دار مسؤولية، دار محاسبة. نحن في استعداد لنيل الليسانس، دراسة مضنية متعبة. فإذا فهم الإنسان علة وجودنا في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء، منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الإنسان الملخص المخلوق الأول والمكرم والمحاسب. فالبطولة والذكاء والنجاح والفلاح كلها مع بعضها أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة خضوع هذا الكائن الأول المفضل المكلف المحاسب لمنهج خالقه، وتعليمات الصانع هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماته، لأنها الجهة الخبيرة. جئنا إلى الدنيا لنعمل عملا صالحا هو ثمن الآخرة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، خلقنا ليرحمنا. أما ثمن الجنة عمل صالح، ربي ارجعوني أعمل صالح لعلي أعمل صالحا. سمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة. سيدي بارك الله فيك والله يجزيك الخير ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. نعود سيدي إلى موضوعنا، موضوع الإحسان. عندما نتكلم عن الإحسان في القرآن أو الإحسان في السنة، نقف أمام نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة جدا، ينبهر العقل عندما ينظر في هذه النصوص ويتفقه ويتمعن في معانيها. هو الإحسان ثمن الجنة. أين؟ ثمن الجنة. سمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. فنحن بالإحسان ثمن الجنة. أين؟ يعني أنا سأقدم عمل ضمن إمكانيتي يعتبره الله ثمن الجنة. جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر، ثمنها العمل الصالح. الدليل القطعي رب يرجعوني لعلي، ما قال لك أميل الطابق الخامس لعلي أعمل صالحا. سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة. أين وبشر المحسنين. وعندما ننظر في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه جبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر كما جاء في الحديث الذي رويه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، سأله عدة أسئلة عن الإسلام عن الإيمان، ثم كان السؤال الثالث عن الإحسان الأعلى مرتبة. دقيقة شوي. أي نعم. الإسلام بالمصطلح الدقيق خضوع هذا المخلوق الأول عند الله الجاهل الشهواني الأناني لمنهج خالق السماوات والأرض. خضوع إنسان ضعيف. لما هو ضعيف؟ ضعيف أمام المال، صحيح. ضعيف أمام النساء، ضعيف أمام حاجاته، ضعيف أمام أولاده، قد يأكل مالا حراما ليربيهم أحيانا. هذا الإنسان الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، دقيق، خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه إلى الله. فإذا افتقر إلى الله سعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. حكمة بالغة 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 أنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيشقى فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. أين إذن الحديث عندما قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو الإحسان الذي نريد أن نتوصل إليه. الحقيقة أنه كيف نفعل هذا الأمر؟ بس قلت اتفقنا أن الإسلام خضوع فقط. أين طيب ما هو الإيمان؟ عندنا ثلاث مصطلحات بالسنة وردت، الإسلام والإيمان والإحسان. أين الإيمان؟ تصديق وإقبال، والكفران تكذيب وإعراض. أين التكذيب؟ ويعني إلغاء وجوده. الأستاذ بالصف ملء السمع والبصر، بس كلفك بوظيفة ما سويتها، أنت كذبت برسالته، بس هو أمامك ملء السمع والبصر. فالإيمان تصديق وإقبال على الله، على الله سبحانه وتعالى. والكفران تكذيب وإعراض. فنحن في عنا إسلام خضوع شكلي، في بلاد إسلامية الشرع مطبق بالقوة فخضع، لكن لو سافر لبلاد أخرى بيتفلت من كل أفعاله ببلده، صحيح. فالإسلام خضوع، إسلام خضوع. الإيمان يعني يقين وإقبال، والكفران شك وإعراض. أما التقوى أن تملك مصباح، تصور أنت ماشي بغابة بالليل وفي وحوش وفي أكمات وفي حفر مفاجئة وما معك مصباح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور بالقرآن وارد. نحن في غرفة كهذه الغرفة مضاءة بالكهرباء، فأنا عيني لا ترى إلا بوسيط من الضوء، والعقل لا يدرك إلا بوسيط من نور الله. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني واحدة بالدنيا والثانية بالآخرة، ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا هو الإسلام خضوع قد يكون شكلي لمنهج الله. لو دولة إسلامية قمعية فرضا، الصلاة إجبارية، نصلي. خضوع قهري. أما الإيمان تصديق ويقين. تصديق
وإقبال، تصديق وإقبال، والكفران تكذيب وإعراض. أما أعلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العبارة سيدي اللي هي الآن أن تعبد الله كأنك ترى، الإحسان في العبادة، كيف نفعلها في حياتنا؟ كيف نجعل رقابة الله عز وجل علينا؟ التفعيل أولا. لما بتأدي الصلوات الخمس كما أرادها الله، أنت كائن ضعيف وخائف، وقد تكون أناني لا سمح الله وبخيل، سمح لك أن تتصل بأصل الجمال والكمال والنوال، سمح لك أن تتصل بالذات الكاملة، سمح لك أن تتصل بالله عز وجل، اشتققت منه هو الرحمة. والدليل: فبما رحمة من الله لنت لهم، يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك، وأنت أنت بالذات، لو كنت افتراضا منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة ولا انعكست القسوة غلظة، فانفضوا من حولك. قانون الالتفاف والانفضاض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فنحن في عنا إسلام قد يكون تطبيق شكلي أو قد تطبيق قسري أو قهري، أما الإيمان إدراك وإقبال، والكفران حجاب وإنكار. أما التقوى معك مصباح، لو ما في لوحة الطريق تراه بالضوء منك واضح. نعم، يعني ما في، انتبه، منعطف خطير، انت معك ضوء كاشف. فالتقوى ان ترى بنور الله. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يجعل لكم نورا تمشون به. سيدي ايضا يعني عندما نتكلم عن الاحسان في العباده هنالك صور كثيره للاحسان، سنقف مع فضيلتكم مع بعض هذه الصور. نعم. منها وسمعنا لكم كلاما طيبا سبحان الله، الاحسان الى الوالدين. والله عز وجل عندما نتكلم نقرا القران ما نجد ان الله جعل للوالدين حقوق، وانما قال احسان، كل الايات مربوطه بالاحسان. لماذا الاحسان؟ بس قبل الواو ماذا تفيد بالنحو؟ عطف. أكلت وشربت، تمام. أي نعم. الواو بعلم البلاغة حرف تماثل، أنت لا تقول اشتريت مزرعة وملعقة، ما بتناسبه. صحيح. مزرعة ومركبة. يعني. مزرعة وقصرا، فواو حرف تماثل. الله ماذا قال؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين. دعك من إعرابها كحرف عطف. أين؟ حرف تماثل، فرفع الله بر الوالدين إلى مستوى عبادته. لذلك يعني أنا اجتهادي الشخصي، أين؟ ما في عبادة يكافئ الله بها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة إلا بر الوالدين. ما في عبادة يكافأ فيها العبد في الدنيا قبل الآخرة إلا بر الوالدين. والدليل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا غير حرف عطف، حرف تماثل، رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته. أين؟ هل نقول والعكس أيضا أن العقوبة تعجل لصاحبها في الدنيا إن كان قبل عاقا الآخرة. قبل الآخرة، قبل الآخرة قطعا، ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. أين؟ ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. أين؟ سيدي كيف يكون الإحسان إلى الوالدين؟ يعني باختصار، هي صور كثيرة. نعم، الحد الأدنى 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 أن تطعمهما مما تأكل، وأن تلبسهما مما تلبس. أين؟ وأن تكون رفيقا بهما، واصلا لهما، مو ببعث السائق خذ الفواكه إلى أبي،
بده يا يدا بيد. الله ما بده فواكيك، الأب ما بده فواكيك، بده وجودك. هذا البر أن يراك، أن تذهب إلى بيته، أن يمتع عينه بوجودك. كثير في أبناء أغنياء جدا وأقوياء بيبعث لأبوه كل شيء، ما بده الفواكه ولا الخضار، يريد منك أن يراك. فلذلك من أنواع بر الوالدين التواجد الفيزيائي عند أبيه وأمه، هذا أكبر بر. أين؟ وهذه الصورة تكاد تكون يعني إلا من رحم ربي. أيه. يعني سبحان الله، في هذا الزمن الذي طغت فيه المادة على الإيمان وعلى، وحقول مرة ثانية مضطرا، ما في عبادة المكافأة عليها في الدنيا قبل الآخرة إلا بر الوالدين. أيه. أيضا سيدي من كلامك، يعني وهو حقيقة عندما أقرأ أو أسمع أحيانا أسجل، الله يخليك، أي نعم، مع الأسرة، يعني كان مما قلت أن السعادة في بيتك تكون أكثر عند خروجك أم عند قدومك ودخولك إلى البيت، الإحسان للعائلة. إذا الأسرة مطبق فيها شرع الله هي ملاذ الرجل، ملاذ المرأة. أين؟ الأسرة جنة. الأسرة، كل إنسان أخي الكريم الناجح بحياته جدا تواجده ضعيف في البيت. بموضوع الكورونا ما الذي حصل؟ الناس ضلت في البيت، في إقامة في البيت. أي زواج ناجح كان مسعد للمحبوسين في البيت. صحيح. وأي زواج غير ناجح كان يمكن طريق المحاكم. أين؟ نعم نعم. والطلاقات بهالكورونا الضعف زادت. نعم. نعم. فلذلك سيدي الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أين؟ منهج كامل، يعني بقى كامل، يعني دخلك قد يكون مشبوه، صناعتك قد تكون مشبوهة بمادة مسرطنة مسموح بها 10 1 بالألف، وضعت 1%، تزيد شوية ارتفع السرطان. الله كبير. المنهج الإلهي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أين؟ بيظنوا الناس الصلاة هي الدين فقط، لا، الصلاة عبادة شعائرية. أين؟ أما المنهج التفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أين؟ يعني كسب مالك، انفاق مالك، معاملة والديك بعد الزواج، معاملة الزبائن، قد يكون زبون ما عنده معلومات عن المادة بعت له مادة رخيصة بأسعار فلكية، ممكن يعني في مليون معصية سببها استغلال جهل الشاري. أين؟ سيدي يعني مما قرأت أيضا لك وسطر في عقلي وأنت قلته، أن الظلم من صور الظلم الاجتماعي اللي موجود حاليا أن يزوج الابن أو الرجل الطالح غير المستقيم بامرأة صالحة، والبعض يعني قد أيضا يخطئ في تفسير قول الله عز وجل عندما قال الطيبون الطيبات، يعني كيف نجمع بين ذلك؟ أولا في حديث صحيح مخيف، أشد أنواع الردع عند النبي أن يقول ليس منا. أي نعم. ليس منا، لا ينتمي إلينا، لا لهذا الدين ولا لهذا الإيمان ولا لهذه الأمة. أي نعم. من غشنا ليس منا. إذا المغشوش ليس مسلما، في حديث ثاني من غش، من غش، نعم، بدون لنا، من غشنا الأولى. أي نعم. ليس منا، من غش فليس منا. فإذا واحد بيعرف ابنه فاسق منحرف له تجارب بالمصطلح اللطيف مع المرأة قبل الزواج، أعطيناه فتاة طاهرة عفيفة حتى تحفظوا كتاب الله، هذا أكبر جريمة بعده. أنا الطيبون للطيبات، يعني احرصوا أن يكون الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. أي نعم. ليس خبرا إنشاء، بل هو إنشاء. أي نص إنشائي. احرصوا أن يكون الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين.
والطيب هنا طيب إيماني، في منهج، في إله، في شرع، في بجوز، في ما بجوز، في حلال، في حرام، في قرب إلى الله، في بعد عن الله. منهج تفصيل الدين يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. إن لكل معصية، لكل طاعة ثوابا ولكل معصية عقابا. أين؟ بس ما حدا بنتبه. الله رب العالمين بعاقب، صحيح، وعقابه أليم. إذا إنسان الله نبهه مرتين ثلاثة وما انتبه عنده عقاب أليم. أين؟ الله عنده أشياء والله تقطع نياط القلب، شلل، خسر بالدماغ، تشمع بالكبد، فشل كلوي، شيء مخيف. نحن في قبضة الله، لابد من طاعته. طاعته نسلم، طاعته نسعد، طاعته نرتفع في الأعلى والأدنى. أين؟ سيدي، أيضا معنا سؤال من أخت من ألمانيا، يعني متابعة للحلقة، فمن ضمن إطار الزواج تقول هل يلتقي الأزواج في الآخرة، يعني زوج مع زوجته طبعا، ويقبل وتكون أفضل من حور العين طبعا في مخيلته؟ طبعا وارد هالشيء، بس دائما شو سيدي، نحن عندنا عالم الشهادة وعالم الغيب. عالم الشهادة الذي نعيشه، أين المشاهد، نتحدث من ما نرى أو نسمع أو نفكر أو نتصل. عالم الغيب الله عز وجل اختار من عالم الغيب نصوصا قرآنية محدودة، والنبي الكريم اختار من عالم الغيب أحاديث محدودة. أنا لا يسمح لي أن أضيف على هذه الأحاديث شيئا. أنا بضيف بالدنيا، بحل مشكلة المرور بالدنيا. أين؟ بالآخرة، الآخرة إلى موضوع تاني. فأنا لا يمكنني أن أضيف على عالم الغيب شيئا. كثير في ناس تورطوا بتفاصيل ما لا أساس. أين؟ ما لا نص. أنا أكتفي بما هو موجود، بما ذكره الله، وأسكت عما لم يذكره. أين؟ هذا عالم الغيب، هذه بطولة. أما في تفاصيل ببعض الكتب غير معقولة إطلاقا، يعني ما لها مصدر، ما لها مصدر. أين؟ لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. أين؟ لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ففي كلمات كثيرة من تصورات بعض العلماء، تصورات بلا أدلة عما سيكون في عالم الغيب. نحن الله ذكر آيات محدودة وحديث محدودة، لا أستطيع أن أضيف عليها شيئا، وأنا أسكت حيث سكت القرآن. أين؟ وأسكت حيث سكت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ذكرت قبل قليل سيدي المرور، وأن باستطاعة الإنسان أو ولي الأمر أن يضيف أو أن ينقص على هذه القوانين حتى تسير دفة الحياة. الآن من ضمن الإحسان، ونحن نتكلم عن الإحسان سماحتك سيدي، نتكلم عن الإحسان إلى الطريق. يعني مديرية الأمن العام في الأسبوع الماضي أطلقت مبادرة للحد من حوادث السير معا نصل آمنين بتكاتفنا جميعا. هل تصدق دينا، قبل أن تتابع، أعلى وفيات من السير بالعالم؟ صحيح، أعلى وفيات بالعالم كله، أكثر من الحروب. نعم، من الحروب، أكثر من الحروب. أين؟ أنه مركبة فيها 50 راكب سيدي، في واحد غير منضبط بالسرعة، تفاجأ بسيارة ثانية. طبعا الحقيقة هذا بده موضوع مستقل، موضوع السير سنتكلم عنه. نعم، في حلقة مستقلة. فلذلك سيدي الإحسان فقط سيدي. ولي الأمر إذا عطى أمر، ولي الأمر ولي أمر المسلمين، أين؟ إذا عطى أمر ومعه الدليل والتعليل، طاعة هذا الأمر من طاعة الله. أين؟ أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. ممكن. منكم، ما قال فيكم، فيكم لها معنى. أين؟ منكم لها معنى، هو الحاكم من جنسك مسلم ومعه منهج ومعه سلطة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول استقلالا، ما قال أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا، أطيعوا يعني إذا كان في حديث لم تعثر له على أصل في القرآن
أنت مكلف أن تطيعه استقلالا، أما أولي الأمر عطفا. أين في فرق؟ أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، ما قال وأطيع أولي الأمر يعني تبعا. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحقيقة مهمة جدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف نحسن إلى الطريق؟ والله يا سيدي، أولا هذا موضوع طويل يحتاج لجلسة إن شاء الله إن بقينا عقيدة الحياة. يعني أنا أن أطبق تعليمات أولي الأمر بالطريق، ممنوع المرور، لا أمر، قد يكون اللي جاي ما عنده طريق آخر معاكس، ماشي بسرعة ماشي بالنص، وفي منعطف أنفاجأ كمان حادث كبير. قواعد مرور يجب الأخذ بها، لأنه هي من ولي أمر المسلمين، أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عطفا. نعم. أيضا سيدي، من صور الإحسان العظيمة عندما تكلمنا قبل قليل عن الإحسان إلى الوالدين، نتكلم أيضا عن الإحسان إلى الأرحام والجيران. أين الحقيقة أنه الأرحام كلمة في القرآن واسعة جدا، أنا وصلت إلى معناها الدقيق، الأقرباء مطلقا من طرف الأم ومن طرف الأب. هل لمرحلة معينة أم لا؟ لا 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 دقيقة. أين؟ انه اذا كان كيف لمرحله ثانيه يعني، يعني مثلا الاب الام العمه الخال الخال لا الخاله مستمر، احيانا يجي ابنائهم ابن العم ابن لا الخاله. لا مستمر، ما في شيء مقطوع. اي نعم، هي صله الرحم تاتي اول عباده بعد الفرائض، اختك من لها غيرك، الاخر الاخرى لها الاخر، اما اختك من لها غيرك، تعد صلة الأرحام العبادة الأولى بعد الفرائض. أيه. من لها الأخت يعني ساكنة بمكان بعيد بالمدينة، حيقول ملاحظة بس شوي قاسية. أيه. بيكون أيام في صهر زوج بنت غني كبير وله منصب رفيع يعتنى به عناية تفوق حد الخيال. صحيح. زيارات يومية، خدمات، في زوج بنت رابعة صاحب دين كثير بس دخله محدود على قد حاله وبيته بعيد تهمل. أنا بعدها هي جريمة بحق البنت. هي العدل أصل الدين، العدل مو بالمال فقط وبالمودة، بالمال والمودة، مثل ما بتعتني بزوجة غني ينبغي أن تعتني عناية لا تقل عن الأولى لمن لها زوج فقير. الإحسان إلى الجار سيدي أيضا كيف يكون؟ سيدي هالجار أن تطعمه مما تأكل، ما عنده أكل تعطيه جارك، هذا حق الجار قد يفوق حق أي قريب، والجار قبل الدار. يعني الجار إذا كان بيت عجبك جدا ودخله سعره مقبول جدا وبموقف راقي، إذا في جار سيء خاست قيمته. صحيح، تعامل يومي، لأنه الجار قبل الدار، بيفتح الإذاعة على الأخير ما بينامك الليل، شرير بعلاقته معك، فالجار قبل الدار، والجار له حقوق في الإسلام تفوق حد الخيال. نعم صحيح. نعم سيدي، أيضا يعني صور الإحسان سبحان الله كثير، لكن وجودك معنا بدنا في معي عبارة دقيقة. أي نعم، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أين؟ بعرف تاجر أقمشة، تأتيه امرأة فقيرة جدا وكريمة النفس، تعطيه أسعار خيالية أقل من رسماله دون أن تشعر، يعني دعمها، مو صدقة مو زكاة، دعمها دعم حقيقي دون أن تشعر. لما بتحافظ على كرامة الإنسان تلقى عند الله. أنا ممكن زور شخص له هاي زكاة مالي، لا، قبل العيد جيب له ألبس الأولاد كلهم، هذول أولادي أنا عمهم، مو أنه أضع أعطيتك زكاة مالي. أيوة. اشتري ألبس الأولاد وبأخذ قياساتهم، قدمهم هدية، الهدية مقبولة، الهدية يحافظ بها على كرامة المهدي.
في أساليب سيدي يذوب منها الإنسان من كمال هذا الموقف. لذلك اليد العليا خير من السفلى، لكن وفي كل خير. أما كمان العطاء بده أدب، هذا مخلوق إنسان. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني يا عبادي آية بيننا وبينكم، تتفوتون عندي بصدقكم وأنا أعدل بينكم. هي جامعة مانعة الآية. سيدي، هل من صور الإحسان نعتبر ذلك من الإحسان هو أن يحافظ الإنسان على سمعة نفسه في الدنيا وحتى بعد وفاته؟ يا سيدي مو من هي الأصل، لأنه أنت لما اتسمت بالإيمان وبالصلاة وبالحج مكانة اجتماعية، لو كان بدر منك عمل غلط هذا يعد جريمة، لأنه أنت يقتدى بك. القدوات لهم حساب عسير جدا. أنه شخص من عامة الناس إنسان غلط لحاله، أما إنسان له مكانة اجتماعية له دعوة كبيرة، يرتكب غلط خلاف الدين عمل مشكلة كبيرة عند التابعين. كيف يجمع بين توقيره كعالم وسقوطه في فكرة غير صحيحة أو بمديح لا يرضي الله عز وجل؟ يعني أنت عفوا قد يخيب ظنك بمهندس ما في مشكلة، قد يخيب ظنك بمحامي ما في مشكلة، يعني قال لك ناجحة بالمية مليون هي طلعت مو ناجحة ويعلم ذلك قديم. قد بمهندس قال لك هذا شق عرضي ما له قيمة، لا هو له قيمة العرضي، عرضي في انهيار بالأساسات. ما بده يعترف بخطأه، هذا ما له قيمة، لا له قيمة. فأنت حينما تأخذ معلومة غلط أي خطأ كبير جدا، والاعتراف بالخطأ فضيلة وبطولة. الإحسان في الكلام والجدال، خصوصا ما نراه اليوم في بعض الحوارات التي قد تخرج عن المألوف. أنت حكيت كلمتين ما انتبهت لحالك، الجدال وحوار. الحوار مقبول. الحوار الأصل فيه الحقيقة، فإن كانت معك أنا أخضع لك. الجدال لا، الجدال ربط أفكاري مع شخصيتي، أنا أدافع عن شخصيتي مو عن أفكاري. فالجدال ما كتير مقبول بالإسلام. أما الحوار مقبول وهو يحاوره. الحوار الهدف الحقيقة، الوصول للحقيقة. فإن كانت معك أنا أخضع لك ببساطة. أما الجدال الهدف منه الشخصية، ربط أفكاري بمكانتي ما بتراجع. لن يتكلم لا من عقله ولا من فكره ولا من قلبه. موضوع يعني إثبات ذات، تأكيد شخصية. الإحسان في العمل، عندما يؤدي الإنسان العمل الدنيوي المناط به، دفن صحابي والذي دفنه من أصحاب رسول الله، يعني في فرجة بالقبر ما ملأها بالتراب، فرجة صغيرة. فالنبي قال له هذه لا تؤذي الميت، فقال له النبي ولكنها تؤذي الحي، يعني للتقريب. صحيح. هلا في عنا احنا ستار للنوافذ، أباجور بسموه. وله شريط، اذا واحد وضع النقطة الثانية بعيدة ما جاء الخط متوازي مع مزعج، بصير المنظر مش جميل، مزعج. بتكون 30 سنة كده الله يصلحه. صحيح. اما لو حطه تماما، فالإتقان جزء من الدين، الإتقان جزء من الدين. لك صحابي توفي، قال له هذه الفجوة، قال له لا تؤذي، قال له تؤذي الحي بالمنظر. بالمنظر، أما الميت الله يرحمه. أنا بذكر مرة يعني في عندي مكتبة أنا صممتها والنجار نفذها، فيها باب بيفتح عكس، بصير طاولة، هذا بيفتح وله مساند أنيقة جدا. فركب لي مسكة، طبعا أفقية المسكة، قلت له هي غير متوازية مع حد الدرفة، قال لا أبدا. جاب مازورة، لا غير متوازية، جاب بكار وضعه هنا وقفله حطه هنا ربع ميلي،
سأوتي حساسية دقيقة جدا. أي نعم. يعني فالإتقان جزء من الدين. أي نعم. والغرب أتقن صناعته، أخذ 10 أضعافه. أي نعم. نحن الآلات نفسها في بعض المعامل نفس الآلات الألمانية، في إهمال، في ديفو بالقماش، بينباع بعشر القيمة. الإتقان من الدين. أي نعم. والإتقان مربح، الغرب أتقن صناعته إتقان مذهل. أيوة. تأخذ صناعة من ماركة معينة بلا تردد، قد يكون ثمنها ضعف ثمن العادية. أيوة. سيدي نختم معكم بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. ما هو الإحسان الذي أمر الله به؟ يعني لو فرضنا، بدي أروي قصة سريعة جدا بدقائق. أيوة. واحد تزوج امرأة في الشهر الخامس من زواجه بها، كان حملها في الشهر التاسع، واضحة. أي نعم. في طلقة، في يسحقة، أهله معه وأهل العروس معه، بنته زانية. أي نعم. والدولة معه والشرع معه والمجتمع معه، ماذا فعل؟ جاء بولادة ولدت له. أي نعم. أخذ هذا المولود تحت جبته، وقف أمام جامع الورد في حي السنجدار في دمشق، حتى نوى الإمام صلاة الفجر، ما بقي أحد، وضع المولود وراء الباب والتحق بالمصلين. فالنتيجة بعد الصلاة بكي الصغير، تحلق الناس حوله وابتعد، إلى أن تأكد أن معظم من في المسجد تحلقوا حوله، فاقترب، قال: خير، شوفي، لقيط، شو لقيط، تعال شوف، معقول؟ أخذه هذا اللقيط ورده إلى أمه. الرواية دقيقة جدا. أي نعم. خطيب المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. هي بطولة سيدي، هي والله بطولة. ممكن تقتل مدام زانية، حسب التقاليد يعني. قال له: إنه رفيقي في الجنة. فالبطولة أن تستر. أيوة. أن تكون حكيما. الحكمة أعلى عطاء إلهي، والدليل ما قال: ومن يكن حكيما، قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. نعم. أيوة. بالحكمة تجعل العدو صديقا، بلا حكمة تجعل الصديق عدوا. أيوة. بالحكمة تسعد بأي زوجة، بلا حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة بتعيش بدخل محدود، بلا حكمة بتدمر، بتتلف المال الكثير. يعني أكبر عطاء إلهي على الإطلاق هو الحكمة. والدليل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا.